قتلت إسرائيلية وأصيبت 18 إسرائيليا آخر، بينهم حالات حرجة في عملية مزدوجة وقعت في بلدة رعانانا بالقرب من تل أبيب في الداخل الفلسطيني المحتل. أوضحت شرطة الاحتلال أن العملية وقعت في 3 أماكن مختلفة من رعانانا، مشيرة إلى أنها تمكنت من اعتقال منفذي العملية بعد مطاردتهما، وأكدت أنهما من بلدة بني نعيم شمال الخليل جنوب الضفة الغربية. وأكدت الشرطة أن 13 أصيبوا في عملية الدهس، بينما أصيب 6 آخرون في عملية طعن.